الآن يا ثاني بدنا ناخذ آخر إشي عندنا، بدي أسأل عد الواحدات والعشرات والمئات. بحكي لنا بدأ الجهان العد بالمئات، العد بإيش؟ بالمئات. تصاعدي ولا تنازلي؟ تصاعديا. وبعد أربع همزات حتى وصلت إلى العدد 792. تصاعديا، إذا رقم 792 رح نكتبه من صغير للكبير ولا وين؟ حتى وصلت، يعني هو كان أكبر عدد. كان هو 792 كان أكبر عدد من الأعداد، إذا بدنا نحطه هون 792 هون. كم قفزة؟ واحد، هيك واحد، اثنين، ثلاث، هون قفزة الرابعة. طيب بيسألنا كم العدد الذي بدأت العد به؟ بدنا نشوف هون شو العدد اللي هي بدأت فيه. هم ما غششونا، غششونا آخر رقم وصلت إله جهان وهي بتعد. نشوف شو هو الرقم هي بدأت فيه. أول إشي العد بالمئات، إذا الآحاد والعشرات تبقى كما هي. 792 إذا نقص منها 100، 692، 592، 492، 392. إذا ما العدد الذي بدأت به العد؟ 392. ما العدد الذي بدأت به العد؟ 392. بدأت أميرة العد بالعشرات تنازليا. العد بالأول إشي عنا بالعشرات، تنازلي ولا تصاعدي؟ تنازلي. كم قفزة؟ 5 قفزات حتى وصلت إلى العدد 380. ثم العدد الذي بدأت به؟ أول إشي العد بالعشرات وتنازلي. آخر عدد وصلت لإله 380، إذا بدنا نكتب 380 هون. هي قفزة، 2، 3، وهي القفزة الرابعة، وهي القفزة الخامسة. كانت هي تنازلية بتقفز. طيب بدنا نشوف شو الرقم اللي هي بدأت من عنده ونزلت للرقم 380. في البداية العد بالعشرات 380، شو اللي رح نغيره؟ العشرات 370. 300 وكم؟ 390، لأنه احنا هيك بنزيد ما بننزل. ماشي، هم حكوا لنا هون تنازلية، بس هم اعطونا آخر رقم وصلت لإله أميرة بالعد 390، 400. كم بدنا نزيد؟ عشرات 410، 420، 430. آخر سؤال لنا، إذا بدأ العدد في البداية حكينا ما العدد الذي بدأت به؟ شو العدد اللي بدأت فيه أميرة ونزلت فيه تنازليا 5 قفزات؟ 430. بالعدد 430. ننتقل للسؤال اللي بعده. إذا بدأت العد بالمئات من 179 إلى 779، كم الأعداد التي سأذكرها؟ طيب، البداية نكتب تصاعدي. وين العدد الأكبر؟ نتفرج على المئات، هنا 100 وهنا 7، فإذا رح نكتب 197 في بداية خط الأعداد. 197 بدنا نزيد عليها 100، رح تصير 297، 379،
479 579 679 779. إذن شو الأعداد اللي مرينا فيهم إحنا من عند قبضي؟ 179، 279، 379، 479، 579، 679، 779، هي آخر عدد أعطاني إياه هو حتى أقفز له بالمئات. لاحظنا إنه بس غيرنا المئات. وهيك يا مس إن شاء الله نكون خلصنا درس العد بالواحدات والعشرات والمئات. يعطيكم العافية.